نستكمل بقية أخبارنا ومن أخبار كرة اليد. مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر استقر على اختيار مجموعة جديدة من مدربين الشباب علشان يكونوا بيشتغلوا مع المنتخبات القومية والأندية ويعدوهم من خلال عمل دراسات تدريبية بشكل مستمر وكمان حضور معسكرات المنتخب الأول عشان يستفيدوا من خبرات الأجهزة الفنية. مجلس إدارة اتحاد كرة اليد حط عدد من الشروط اللي لازم تكون متوفرة في المدربين، وهي إن هو ما يزيدش سنه عن 40 سنة وما يقلش المؤهل التعليمي بتاعه عن فوق المتوسط، ويفضل أو يفضل إن هو يكون لاعب دولي أو لاعب في الفريق الأول لدوري المحترفين أو الممتاز، وكمان بيجيد اللغة الإنجليزية ويكون من المدربين المسجلين في الاتحاد. الفكرة قايمة على خلق أجيال جديدة من المدربين الوطنيين ويكونوا مسلحين بالخبرة والعلم والاعتماد عليهم يكون في المستقبل القريب. اتحاد كرة اليد اشتغل على خطة لدعم كرة اليد بالمواهب من اللعيبة وبرنامج العمالقة، واللي احنا بنحصد ثماره في التوقيت الحالي. كانت نتيجة منتخب الشباب ومنتخب الناشئين والكبار بنفسه بيفوزوا ببطولات العالم، وعندنا طبعا منتخب أول قوي جدا حدث ولا حرج. التفكير بقى راح كمان للتدريب وتجهيز المدربين علشان يكون عندنا جيل بقى كبير من المدربين واللعيبة، والحقيقة ده نموذج محترم من التفكير والتخطيط لمستقبل كرة اليد المصرية بنتمنى ان احنا نشوفه في اتحادات تانية كتيرة. تفكير الاتحاد المصري لكرة اليد نموذج لازم كل الاتحادات تبتدي تبص عليه. كرة القدم حدث ولا حرج عن اسامي طبعا كبيرة من مدربين موجودين بيقودوا فرق، ولكن هتلاقي نفس الوجوه بتنتقل من موسم لموسم، وفي نفس الموسم بتنتقل من نادي لتاني لتالت، لدرجة ان بقى فيه لوائح فيما يخص تحديدا عدد الاندية اللي ممكن مدرب يكون بيقودهم في موسم واحد. فحاجة جيدة جدا ان احنا نبتدي نشوف وجوه جديدة ليها علاقة بالسن، ليها علاقة بالخبرات، في دعم ليهم. دي حاجة مميزة بنحترم وبنقول يعني شكرا للاتحاد المصري لكرة اليد ان هو بيفكر شوية بره الصندوق، خلص قصة اللعيبة وبقى عنده جيل وجيل، كمان بقى بيبص على المدربين ازاي يقدر يطورهم. يعني اكيد لسه في اخبار كتيرة في حلقتنا، ولكن نروح لهذا الفاصل مشاهدينا ثم نواصل بقية اخبارنا، خليكم معانا.